وللتعليق على الانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي ضد المدنيين ينضم إلينا الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي عبر سكايب من أمستردام. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وكل عام وأنتم بخير. حياك الله وأنت بألف خير إن شاء الله. بداية، في أقل من أسبوع قصف جديد لميليشيا الحوثي، وبعد قصف تعز الذي أسفر عن إصابة طفلتين تعود الميليشيات لتقصف تجمع نسائي في عرس بالحديدة. ما هو تفسيركم إصرار ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين؟ علينا أن في قصف المدنيين في تعز وفي الحديدة عمل يعني يمكن أن نوجه له الاتهام بشكل مباشر، والحوثيين يستهدفون المدنيين في تعز وفي الحديدة وفي كل مكان بهدف إخضاعهم وترعيبهم، وهذا هو ديدمونهم منذ كانوا حكام على اليمن في فترات الإمامة والملكية، وكانوا يأخذون رهائن من أبناء القبائل بهدف السيطرة على الحكم وإخضاع الناس. هذا شيء مفروغ منه، أن الحوثيين ميليشيات تقدم على ترعيب المواطنين وإخضاعهم وتقوم بقصفهم من حين إلى آخر بهدف ترعيبهم وعدم وإفقادهم القدرة على المقاومة أو مواجهتها. لكن في حادثة عدن علينا أن نكون دقيقين في تحليل الاستهداف، لأن الحوثيين متهمين بنسبة عالية ولهم مصالح في ذلك، كما أن أيضا الإمارات لها مصالح في ما يحدث في عدن، لأن طبعا تصريح الحكومة وتصريح وزير الخارجية وزير الأعلام في غاية الأهمية، لكن ينبغي أن تكون هذه التصريحات قائمة على لجان أمنية واستخباراتية تحدد من المستهدف. الحوثيين لا يمكن تبرئتهم، لكن أيضا يمكن لنا أن لا نلقي، خاصة وأن بن بريك غرد من الإمارات بتبرئة الحوثيين، يعني هذا يضعنا بحسب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك فإنه يجب الضغط على الميليشيا لوقف استهداف المدنيين. ما هي الأوراق التي تمتلكها الحكومة الشرعية لتنفيذ هذا الضغط؟ لا تمتلك أي أوراق. الضغط على الميليشيات يأتي بدعم هذه الشرعية لإنهاء الانقلاب، لكن عندما نجد أن هذه الحكومة، أولا الحكومة اليمنية تم استهدافها، هي سلطة تنفيذية من ثلاث سلطات، يعني هناك سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، وعودة هذه السلطة يعني أن تعود بمركبها الثلاثي وبقدرتها على ممارسة السيادة وإدارة شؤون المواطنين، عودة مجموعة من الوزراء يعني عودة مجموعة من الموظفين. بالتالي في هذه الحالة لا تستطيع هذه السلطة ممارسة ضغط على الحوثيين. الحوثيين حاولوا إثبات أنهم سلطة واقعية وأنهم يسيطرون وأن الوضع في الجنوب مهش. الآن لا ينبغي أن نحن نطالب بلجنة تحقيق محلية وتطعيمها بمجموعة من الخبراء الدوليين لمعرفة من الجهة التي نفذت، خاصة وأن هذه جريمة حرب، وخاصة أيضا أن الصراع في اليمن ليس صراع محلي، هناك صراع إقليمي وأيضا أطماع دولية في الجغرافية اليمنية ومواقعها الجيوستراتيجية. ومن هنا علينا أن نطالب بذلك وأن نكشف ذلك، خاصة وأن اليمن مقبلة بعد هذه الحادثة وبعد التوقيع والقبول بحكومة قبل يعني تطبيق الشق العسكري والأمني، يعني داخلي على مرحلة هشة ورخوة، وربما ندخل مرحلة جديدة بعد 20 يناير مع تحول الرئاسة الأمريكية. هناك توجهات لعبث تفاوض مع إيران والحوثيين جزء من ذلك، وهناك أيضا تقسيم للجغرافيا اليمنية بحيث يتم أنه الجغرافيا الجنوبية تكون بمعزل عن ما يتم التفاوض عليه. نحن أمام معركة، اليمن أصبحت جغرافيا صراع إقليمي ودولي، وأصبح الوكلاء المحليون الحوثيين والمجلس الانتقالي إضافة إلى السلطة الشرعية أطراف ضعيفة وتابعة ولا تمتلك قرارها. لذلك علينا التريث، المقاربة الموضوعية، الحكمة، عدم إطلاق، لأنه إذا كان المجلس الانتقالي شريك الحكومة
في الوزراء، فهناك وزير خارجية ووزير إعلامي يقول الحوثيين قصفوا، وهناك نائب رئيس المجلس الانتقالي من الإمارات طيب يقول أن دكتور الحوثيين عبد أبرياء. الباقي، يعني هل هذه الحكومة تملك حماية المدنيين بعد الاستقبال الدامي لها بمطار عدن منذ يومين؟ هي لا تستطيع حتى حماية ذاتها، لأن عدن وأبين ولاحق تحت حماية المجلس الانتقالي، والمجلس الانتقالي لا يعترف بهذه السلطة الشرعية، والمجلس الانتقالي يتبع الإمارات وتوجهاتها، وبالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من الموظفين في غرف في القصر الرئاسي غير قادرين على حماية ذاتهم، بالتالي المسألة لا تتعلق بالقصف. نعم نحن طالبنا بأن يتم تطبيق الشق العسكري والأمني قبل السياسي، بمعنى أن تصبح الدولة أو السلطة هي الذي يمتلك ما يسمى باحتكار العنف الشرعي، بعبارة أنها السلطة هي التي تدير الجغرافيا أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا. الآن هؤلاء حكومة، صحيح أن هناك المجلس الانتقالي عنصر، لكن هذه الحكومة لا تستطيع التحرك، لأن وفقا للنظريات الاجتماعية والعلوم السياسية النخب والأحزمة الأمنية والعسكرية في عدن تصنف وفقا للقانون الدولي عبارة عن ميليشيات مرتزقة، نعم لا يمكن نعم أن نصنفها كقوات رسمية إلا في حال أن يتم ترقيمها في إطار نعم الجيش اليمني ووزارة الداخلية، وبالتالي تصبح هذه القوات تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، هذه على المستوى النظري. بالتالي نحن علينا أن نتريث، واليمن مستهدف، وينبغي ألا نطلق يعني التهم جزافا، علينا أن نحمل من قام بهذه العملية، ولكن المجتمع الدولي ويحتاج إلى، حتى وزير الخارجية كان عليه أن يعطينا أنه اللجنة الفلانية التي شكلت توصلت إلى ذلك، الآن تم مسح، حتى تم يعني نعم آثار ما تم قصفه تم تنظيف المنطقة، ونحن بحاجة نعم إلى آثار. أنا لا أتهم، لا أبرر الحوثيين، الحوثيين متهمين وميليشيات قصفت، لها سوابق في قصف عدن، ولها سوابق في اغتيال الشعب اليمني، نعم ولديها نعم سوابق نعم في كل هذه الجرائم، لكن في مثل هذه ما يسمى مفاصل التحولات، بمعنى أنه هذه مرحلة قصف الحكومة أثناء عودتها بعد اتفاق الرياض تحول مفصلي ليمن هش ورخ ومتعدد السلطات، نعم لذلك على أستاذ العلم الاجتماعي في الدكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا عبر سكايب من أمستردام، شكرا جزيلا لك ونعتذر منك لضيق الوقت.